أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. أبرز العناوين في هذه الجولة: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يناقش التأثيرات الضريبية الدولية على صناعة التمويل الإسلامي، والمنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية تبحث في التحديات المطروحة أمام الصكوك الذكية والمعاملات الرقمية. بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرس، عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ندوة حول تطورات الضرائب على الصعيد الدولي وتأثيرها على صناعة التمويل الإسلامي، وناقشت الآثار الضريبية وأسعار التحويل في قطاع التمويل الإسلامي والعلاقة بين استراتيجيات تخفيض الرسوم الضريبية عبر تحويل الأرباح إلى مواقع منخفضة أو خالية من الرسوم. كما اهتمت الجلسة ببحث أهمية الخدمات المصرفية الرقمية في الوقت الراهن وتأثيرها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس هو منظمة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست في 2001 ومقرها البحرين. إذن أتابع ذلك وأرحب بضيفي من الرياض الدكتور عبد الإله بالعتيق، وهو أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الإله، ودعنا نتحدث عن تحديات التمويل الإسلامي وعلاقتها بتطورات الضرائب. كيف نحدث هذا الربط؟ شكرا على الاستضافة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، وفي الحقيقة يعني موضوع الضرائب والتأثير والتطورات العالمية حول الموضوع لا تخص يعني بالتحديد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. يعني نحن شهدنا في الأشهر السابقة وقبل ذلك كذلك يعني عددا من المبادرات الدولية حول محاولة تفعيل يعني نوع من الضرائب، تكون أو حد أدنى من الضرائب عالميا في على كل الشركات، وبخصوص الشركات التي تعمل عبر الحدود. ولهذا يعني شفنا يعني ارتأينا انه لازم نحن لا ننتظر حتى يقع يعني المشكل للحديث حوله، وجمعنا في إطار الجمعية العمومية والاجتماعات السنوية للمجلس العام جلسة خاصة حول الموضوع، إظهار ما مدى أو يعني إمكانية حدوث أشياء يمكن أن يكون تأثير لها على المؤسسات المالية عموما وعلى المؤسسات المالية الإسلامية كذلك. مثلا تتبعون المواضيع الدولية، لاحظنا عددا مثلا حتى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أو المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة يتكلمون عن جعل حد أدنى للضرائب دوليا حتى في الدول التي لا توجد فيها ضرائب الآن. وسمعتم كذلك إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يتحدثون عن ممكن جعل حد أدنى للضرائب لكل يعني في الدول يكون حد توافقي في إطار 12.5% أو شيء من هذا القبيل. يعني هي كلها نلاحظ أنها تطورات، نعم، وممكن أن يكون عندها تأثير، نعم، يعني الاستحسان التحدث حولها. صحيح صحيح سيد عبد الإله، ولكن نحن يهمنا في هذا السياق أن نتحدث عن المؤسسات المالية في الخليج وكيفية تأثرها بهذا المبدأ، خاصة الإسلامية. يعني طبعا تحديدا في الخليج كما تعلمون يعني نسبة الضرائب على الشركات هي يعني ضعيفة أو غير موجودة، ما عدا في السنوات الماضية القليلة التي بدأت القيمة المضافة تستعمل. لذلك وممكن يكون عنده تأثير إذا تم تطبيقه، لكن حاليا يعني لا يوجد توافق دولي حول الموضوع. لكن من اللازم أن تكون عند البنوك الإسلامية يعني خطة استباقية لتطرق للموضوع، لأن هذا الموضوع بالخصوص موضوع الضرائب الدولية يستوجب يعني التوثيق
كثيرا من التوثيق والإفصاح، وهذا يجب ممكن يأخذ وقت للتحضير له. لذلك يعني من واجبنا أن نتكلم مع البنوك للتحدث حوله. فيما يخص البنوك الإسلامية خصوصا، هي يعني تشتغل عادة بأصول نوعا ما مختلفة، وعندها مثلا تستعمل في بعض عملياتها عقارات أو يعني بعض التجارات الدولية والسلع. هذا ممكن يكون كذلك عنده بعض الخصوصيات فيما يخص التعامل الضريبي معه، ويجب أن نتكلم حول هذه الموضوع طبعا لكي لا نقع في المشاكل في المستقبل. نعم، إذا دعنا نتحدث عن الممارسات الدولية فيما يتعلق بالاستدامة على وجه الخصوص وكيفية إسقاطها على واقع المالية الإسلامية. وحبذا لو تحدثت عن دور مؤسستكم ومجلسكم في تبني هكذا توجهات. نعم شكرا. هذا في الحقيقة موضوع من عنده أهمية يعني قصوى حاليا بالنسبة للمجلس العام وبالنسبة لكل الدول، يعني عدد من منذ أو قبل إصدار منظمة الأمم المتحدة طبعا أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، وهي يعني نوعا ما كل الحكومات تشتغل حول الموضوع. ومنذ سنتين ثلاثة يعني أقروا أنه في خصاص يعني حاد في تمويل هذه الأهداف والوصول إلى الأهداف في إطار 2030، ولذلك طلب من القطاع الخاص كذلك أن ينضم إلى هذه المبادرة. ونحن في المجلس العام منذ سنتين أو ثلاثة بدأنا العمل في إطار شراكات مع مكاتب الأمم المتحدة يعني إقليميا، لإظهار رغم أنه طبعا البنوك الإسلامية مدى اشتغالها وارتباطها بالاقتصاد الحقيقي هي عندها طبعا نوع من الارتباط البنيوي مع التنمية المستدامة، لكن رغم ذلك بما يخص التبيانات التي نقوم بها دوريا مع البنوك لاحظنا أنه في بعض الأحيان ممكن هناك سوء فهم أو عدم فهم بعض المفاهيم وكيفية تطبيقها على الواقع بالخصوص. لذلك بدأنا في المبادرة مع الأمم المتحدة ومع مثلا مبادرة الدولية لبصمة الكربون لقياس بصمة الكربون، ونشتغل حول الموضوعين. من جهة أقمنا إنشاء مجموعة عمل للاستدامة التي تضم 25 مؤسسة أو 25 بنك، والهدف هو التحضير لدليل لتنزيل التنمية المستدامة في القطاع المصرفي الإسلامي. بدأنا اشتغلنا حتى في هذه اليومين، كان عندنا اشتغال وإن شاء الله في الأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة سيكون لدينا دليل في يعني بمؤشرات كيفية تطبيق التنمية المستدامة في القطاع المصرفي الإسلامي. سيد عبد الإله، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر. أنت تعلم أن جائحة كورونا فرضت متغيرات جديدة على الواقع، وكانت الرقمنة إحداها باعتبار أنها مهمة ولكن ازدادت أهميتها إن لم تكن تصل إلى درجات كبيرة. حدثني عن هذه المتغيرات في المؤسسات والبنوك المالية الإسلامية، وإلى أي مدى كانت هي مهيئة من حيث البنية التحتية لتلبي هذه المتغيرات؟ والله يعني في الحقيقة احنا بدأنا الكلام مع البنوك والمؤسسات المالية في حول الموضوع الرقمنة منذ عدة سنوات، لكن كنا نلاحظ أن هناك نوعا من البطء في التجاوب مع هذه الأشياء فيما يخص العملات المشفرة والتعامل مع الزبناء وأشياء كثيرة. لكن تفاجأنا حقيقة في السنة الماضية مع بدء الجائحة أنه كان عدد من البنوك لها سرعة في الحقيقة كبيرة في التعامل مع الجائحة وتنزيل إجراءات للرقمنة والتعامل مع الزبناء عن بعد في 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 يعني في ظرف قياسي، حتى أنه كان عندنا يعني الاستبيان الدوري كذلك الذي نقوم به، وكان موضوعه هو الرقمنة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وكيفية التعامل مع الجائحة. جعلنا يكون جائزة المجلس العام لهذه السنة في القطاع المصرفي
كانت حول تبني التكنولوجيا في قطاع المصرفي وكذلك التعامل مع جائحة كورونا. يعني وجدنا أنه عدد من المشاريع التي كانت هي ممكن مبرمجة في إطار 3-5 سنوات مستقبلية بنظرا للجائحة تم البدء فيها واستكمال كثير منها، وعدد كذلك من البرامج هي في إطار التطبيق. أنا أشكرك ضيفي ومحدثي من الرياض الدكتور عبد الإله بالعتيق، وأنت أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، شكرا لوجودك معنا في مشاركة. يعد البيع بالتقسيط من الممارسات التجارية الشائعة، فهل الزيادة التي يفرضها التاجر على السلعة المباعة بالقسط مقبولة شرعا؟ وكيف ستكون طبيعة التعامل في حال السداد المبكر؟ وماذا إن تعثر المشتري في السداد؟ أسئلة كثيرة يحاول التقرير التالي أن يجيب عليها. وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم، نص صريح، لكن كيف يمكن إسقاطه الآن على المعاملات التجارية المعاصرة؟ اعتاد الناس في زماننا هذا على البيع بالتقسيط، وغالبا ما يكون ثمن البضائع المباعة بالتقسيط أغلى من ثمنها إذا تم دفع المبلغ كله وقت الشراء، وهذا ما كان يعرف في الماضي ببيع النسيئة، أي بيع البضاعة مع تأجيل ثمنها إلى حين. وهذا يطرح سؤالا هاما، هل تلك الزيادة تعد ربا واستغلالا لحاجة المشتري؟ وقد اتفق جمهور العلماء في المذاهب الأربعة على جواز زيادة الثمن المؤجل، لكن لا يجوز أن ينص في عقد البيع على قيمة فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي، ولا يجوز أيضا زيادة الثمن إذا تعثر المشتري في السداد. ومن جهة أخرى يحرم على المشتري المماطلة في أداء الثمن، ويجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. لكن ثمة فريق آخر من العلماء لديهم تحفظ حول قضية البيع بالتقسيط بحجة أن ذلك يشجع الناس على الإسراف، بينما هناك فريق ثالث وقف في المنطقة الوسط بين الرأيين، فقالوا إذا كان غرض المشتري الانتفاع بالسلعة بالاستعمال أو الاستهلاك أو التجارة فزيادة البائع عليه جائزة، أما إذا كان هدف المشتري هو إعادة بيع السلعة بثمن معجل أقل من ثمن الشراء المؤجل بهدف الحصول على النقد فذلك هو ما يعرف بالتورق أو ربا النسيئة. أنتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية، فيها بعض الفاصل. حكم لصالح دبي الإسلامي ضد شركة NMC. نظمت المنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية أولى ندواتها العلمية تحت عنوان ندوة المعاملات الرقمية وتطبيقاتها في الاقتصاد الإسلامي، وتناولت بالحديث موضوع الصكوك الذكية وأوعية المضاربة الرقمية، فنظرا للتركيبة العقدية المركبة التي تنطوي عليها عملية إصدار الصكوك، فإن تقنية الكتل والعقود الذكية يمكنها المساهمة في حل الكثير من التحديات التي تواجه العملية. وقد قامت شركة فاينانس بلوزوم الأندونيسية بإطلاق مشروع الصكوك الذكية، وهي عبارة عن صكوك معتمد أو تعتمد على تقنية سلسلة الكتل والعقود الذكية المبرمجة بموجب بروتوكولات خاصة على الشبكة. أستضيف محدث الدكتور أحمد طرابلسي، مؤسس المنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية والمتخصص في الصيرفة الإسلامية. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد، ودعنا نتحدث عن أنواع الصكوك الإسلامية وكيف يمكن أن تصبح ذكية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة سيدي الطيب عبد الماجد. الصكوك الذكية موضوع هام جدا الآن، يشغل يعني الأوساط الاقتصادية الرقمية، سواء كانت أوساط إسلامية أو كانت يعني تتبع النظام التقليدي في الصيرفة المالية في دول العالم. الصكوك الذكية هي نفس فكرة الصكوك التي نعرفها جميعا، وهي أداة من أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،
ولكن لها طبيعة خاصة لكونها ذكية. ما المقصود بذكية؟ المقصود بذكية ببساطة شديدة جدا أن هذه الصكوك توضع على منصات البلوكتشين وتتحول إلى عقود ذكية بشكل من الأشكال. يتم كتابة الكودات أو كتابة بنود العقد بوضوح وبدقة متناهية على منصات البلوكتشين. تقوم هذه المنصات باستقبال هذه الأوامر وتقوم بكتابتها أو بتسجيلها بشكل نهائي على سلسلة الكتل، وبعد ذلك يتم البدء بعمليات الهيكلة والإصدار ونقل الملكية وإجراء المدفوعات مثلها مثل الصكوك العادية المتعارف عليها. ولكن الصكوك الذكية لها الكثير من الميزات، ومن أهمها هو الأمان وضمان الحوكمة الشرعية بسبب يعني تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الصكوك بشكل نهائي على الشبكة. لا يمكن لأحد أن يحذف أو يعدل في المعلومات الموجودة على الشبكة الخاصة بالبلوكتشين بسبب وجود سلسلة من الكتل ربما تكون مشفرة أو تكون غير مشفرة، ولكن القوة بأن البيانات هذه موجودة على نسخ لدى الجميع، لدى جميع السيرفرات المشتركة في هذا الإصدار. نعم سيد أحمد، يعني ما هي تقنية سلسلة الكتل وآلية عملها، وإذا أردنا إسقاطها على مبدأ الصكوك الذكية أيضا؟ بشكل مبسط جدا، سلسلة الكتل هي بلوكس أو كتل متسلسلة مرتبطة مع بعضها البعض. لكل سلسلة رقم، يعطى رقم، هذا الرقم لا تحصل عليه البلوك أو السلسلة أو الكتلة إلا بعد مجموعة من العمليات الحسابية المعقدة تضمن كل بلوك أو كل سلسلة تنفيذ أوامر تم كتابتها وبرمجتها من قبل المصدر، من قبل كاتب العقد نفسه أو من قبل مصدر هذه الصكوك أو لأي مشروع يعني يتم برمجته على البلوك تشين. هذه السلسلة يعني تكون متتابعة، فكل معلومة مكتوبة في إحدى الكتل تكون تابعة للمعلومة التي تليها، والمعلومة التي كتبت أيضا هي تابعة للمعلومة التي سبقتها بالتخزين وبتنفيذ الأوامر. يوجد يعني يمكن شرح الأمر بمزيد من التفصيل التكنولوجي، ولكن سوف يأخذ وقت طويل ويحتاج إلى متخصص، ولكن بشكل مبسط جدا نحن نضمن من خلال هذه سلسلة الكتل نضمن تنفيذ أوامر وبنود يتم تلقيمها للمنصة وتسجيل البيانات والمعلومات بشكل نهائي، والجميع يأخذ نسخ، والجميع يجب أن يوافق ويطلع على ما يتم كتابته مثل نقل ملكية من طرف إلى آخر. الجميع في الشبكة سوف يعلمون بهذه العملية، وبالتالي لا يوجد مكان للتحايل أو لتغيير أو تعديل البيانات. جيد، هل مطلوب دكتور أحمد تبسيط هذه المفاهيم، مفاهيم المالية الإسلامية، حتى تصل لكل الناس؟ طبعا أكيد، من أحد أهداف المنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية هو تبسيط المفاهيم المتعلقة بالمالية الإسلامية وبالاقتصاد الإسلامي، وحاليا الاقتصاد الإسلامي الرقمي أمر في غاية الأهمية لأنه المستقبل القريب أو الحاضر. يعني علينا أن نعرف بالضبط ما المقصود بمفاهيم الصرفة والمالية الإسلامية. التقنية أيضا أو التكنولوجية منها بشكل جدا مبسط، تقوم المنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية كمؤسسة على تبسيط هذه المفاهيم، وقد انتهت مؤخرا بيوم الأمس من الندوة العلمية للاقتصاد الإسلامي بنسختها الأولى التي تم تنظيمها وإطلاقها مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي. كانت ندوة عالمية ضخمة افتراضية تتحدث عن مفاهيم المالية الإسلامية بشكل مبسط، تم علاج الكثير من الموضوعات والحديث عنها وبمشاركة عالمية وإقليمية من أهم الجهات التي شاركت في هذه الندوة، صندوق النقد العربي والسوق المالية الإسلامية، وتم نقاش محاور هذه الندوة بكثير من التفصيل ولفهم ما المقصود بالعقود الذكية والصكوك الذكية، ما المقصود بالتدقيق الشرعي الرقمي، ما المقصود بالكراود فاندنج الخيري على منصات البلوكتشين أو المنصات الرقمية العادية. الأمر يحتاج إلى الكثير جدا من الاجتماعات والمحاضرات والمؤتمرات إن شاء الله لتبسيط هذه المفاهيم.
نعم. إذا دكتور أحمد، دعنا نتساءل، يعني كثير من المراقبين يروا أن المؤسسات المالية الإسلامية شابها بعض القصور، أو دعنا نسميه التراخي، في إعمال مبدأ الرقمنة، يعني رغم التوصيات وحتى قبل جائحة كورونا. إلى أي مدى من الممكن الآن يعني أن تأتي متأخر، خير من أن لا تأتي بطبيعة الحال، ولكن إلى أي مدى من الممكن اللحاق أيضا بهذا الركبة؟ المؤسسات المصرفية والمالية في النظامين الاقتصادي التقليدي والإسلامي يتسابقون الآن لأخذ التكنولوجيا والرقمنة، وتحويل أيضا المستندات الموجودة لديهم إلى مستندات ديجيتال أو رقمية، والعمل وفق منصات وتكنولوجيا هي مكلفة الآن وحديثة جدا، ولكن سوف تكون في متناول الجميع في الوقت القريب جدا. بعض التقنيات مجانية ولكن تحتاج إلى الكثير من الضبط. الجميع الآن يتسابق لفهم، نحن في مرحلة الفهم الآن بسبب التكنولوجيا هي موجودة منذ 10 سنوات، لدينا تكنولوجيا ولدينا تطور في هذا المجال، ولكن الجائحة التي حصلت قد دفعت كل المؤسسات إلى الاعتماد ربما بشكل شبه كامل على الرقمنة والتكنولوجيا. أيضا المؤسسات المالية الإسلامية كان وما زال لها الدور الهام في البدء بتطبيق ما تم فهمه بخصوص الرقمنة، وبخصوص استخدام منصات البلوكتشين، وبخصوص العملات المشفرة، ووضع المعايير اللازمة والإطار القانوني أيضا الشرعي والتحكيمي للمعاملات المعتمدة على الرقمنة بشكل من الأشكال. أشكرك الدكتور أحمد الطرابلسي، وأنت مؤسس المنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية والمتخصص في المجال المالي والمصرفي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. خفضت وكالة فيتشي تصنيف الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية مدرج في دبي، بعدة درجات بعد أن اقترحت الشركة استبدال صكوكها بأدوات جديدة، وخفضته من بي بلس إلى سي، وهي آخر درجة قبل تخلف مصدر الديون أو مصدرها عن سداد ديونه، قائلة أنها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها تراجع ملموس فيما يتعلق بالدائنين. وعرضت الإمارات ريت الأسبوع الماضي استبدال صكوكها غير المضمونة المستحقة بقيمة 400 مليون دولار بصكوك مضمونة جديدة لتعزيز ميزانيتها العمومية التي تضررت من أزمة كورونا. أصدرت محاكم سوق أبو ظبي المالي العالمي حكما لصالح بنك دبي الإسلامي وضد أوصياء شركة NMC للرعاية الصحية التي تسعى لإعادة هيكلة ديون تصل إلى 4 مليارات دولار. وبحسب رويترز، قام المسؤولون الإداريون في NMC ألفارس أند مارشال برفع دعوى في محاكم سوق أبو ظبي المالي العالمي في شهر أبريل نيسان الماضي للحصول على سلطة على تلك الأوراق المالية التي يطالب بها بنك دبي الإسلامي. وكان بنك دبي الإسلامي المنكشف على شركة NMC بأكثر من 400 مليون دولار قد أقرض الشركة باستخدام ضمانات معروفة باسم مستحقات التأمين. أشارت بيانات البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع صيرفة الإسلامية إلى حوالي 4.5 مليار ريال بنهاية مارس أذار الماضي، بارتفاع قدر ب 11% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بلغت 12.7% لتبلغ 3.9 مليارات ريال بنهاية مارس أذار الماضي. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغت حوالي 5.4 مليارات ريال، أي ما نسبته 14.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية مارس أذار الماضي. قال محمد البلتاجي رئيس جمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن حجم التمويل الإسلامي في مارس أذار الماضي سجل 297.7 مليار جنيه، وهو ما يشكل 5.7% من حجم السوق المصري، بزيادة قدرت ب 49 مليار جنيه وبنمو قدره 20% عن مارس أذار 2020. وتضم مصر 14 بنكا لديها رخص لتقديم منتجات مصرفية إسلامية إلى جانب 3 بنوك إسلامية بالكامل، وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.
انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع، الأسبوع المقبل بمشيئة الله لقاء جديد في ذات المواعيد. حتى ذلك الموعد دائما تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.